ولتسليط الضوء أكثر على استمرار العمليات العسكرية للنظام السوري وحلفائه والتي تستهدف المدنيين وتأثير ذلك على البنية الصحية والمعيشية للسوريين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول السيد باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات. مرحبا بك معنا سيد باسل. أهلا بكم. ريف حلب في مرمى نيران قوات النظام وحلفائه مرة جديدة، بماذا تفسر تصميم النظام استهداف المناطق المدنية الخاضعة لسيطرة المعارضة على الرغم من وجود اتفاقيات وتعهدات سابقة؟ ولمشاهديكم الكرام، الحقيقة أعتقد أن التصعيد الأخير للنظام عمليات القصف التي جرت البارحة مرتبطة إلى حد كبير بذكرى توقيع اتفاق موسكو قبل عام من الآن، قبل عام بالضبط في مثل يوم البارحة وقعت تركيا وموسكو اتفاق وقف اطلاق النار بعد يعني معركة او اشتباكات شرسة فيما عرف في وقتها بدرع الربيع، معركة درع الربيع. ومنذ ذلك الحين حتى الآن عاشت المناطق مجموعة من الخروقات او الاشتباكات، لكنها مقارنة بالسنوات الماضية كانت الى حد كبير اقل من غيرها. البارحة كان هو ذكرى توقيع هذه الاتفاقية، ويبدو أن النظام بشكل أو بآخر أراد إيصال رسالة معينة في ذكرى الموافقة لتوقيع هذه الاتفاقية، اتفاقية وقف إطلاق النار، يقول فيها أنه لا يريد المضي بالحل السلمي وأنه مصر على رؤيته أو تصوراته للواقع الميداني بشكل أو بآخر. والحقيقة النظام عودنا خلال طوال كل السنوات الماضية أنه يعني يصر من وقت لآخر إرسال رسائل من هذا النوع، رسائل يقول فيها أن الحرب مستمرة، أن التجيش مستمر، أنه مستمر بعمليات القصف وما إلى ذلك. نعم، الملاحظ أن بنك أهداف النظام في المناطق المسيطرة عليها من المعارضة غالبا ما تكون مرافق عامة، مستشفيات ومرافق عامة بصفة أو بأخرى، لماذا برأيك لماذا تستهدف هذه المرافق على الرغم من تحريم ذلك دوليا وكل التشريعات والقوانين تحرم ذلك؟ صحيح، في يعني أغلب عمليات القصف التي يقوم بها النظام، وهذا ليس فقط الآن وإنما من فترة طويلة جدا، هي مركزة على المرافق الحيوية، يعني بالذات البنية الصحية الطبية وعلى التعليم المدارس والمرافق الأخرى بما فيها دور العبادة. الحقيقة النظام يحاول دائما ترك هذه المناطق الغير خاضعة لسيطرة، المناطق المحررة، تحويلها إلى مناطق غير قابلة للحياة عبر تدمير البنية التحتية الموجودة في هذه المناطق، عبر محاصرتها، عبر قصفها وتعريضها للقصف باستمرار، وعبر تدمير المرافق الحيوية الموجودة فيها. هذه العوامل تجعل هذه المناطق غير قابلة للحياة، غير قابلة بشكل كبير للنمو أو للعيش الكريم في هذه المناطق، وتضع دائما السكان هذه المناطق تحت وطأة الفقر أو الجوع أو فقدان البطالة، فقدان العمل، فقدان الصحة، فقدان التعليم وما إلى ذلك. نعم، بحسب مجلة تايم الأمريكية قالت إن قوات نظام الأسد أطاحت بالمنشآت الصحية في سوريا، ويعني هذا يدفعنا للسؤال أين الجهات الضامنة والدول وقوات التحالف الدولي، أين كل هؤلاء من هذا الموضوع؟ نعم، بداية يعني خلينا ننوه إلى أنه المؤسسات الدولية وليس فقط الإعلامية، يعني الأمم المتحدة وبعض اللجان الدولية الرسمية التي تشكلت لمتابعة بعض التفاصيل فيما يخص الوضع في سوريا، أثبتت حوالي 6 مرات إلى الآن على مدى السنوات الماضية تدمير البنية الصحية في مناطق المحررة، وألقت باللائمة على النظام وعلى صواريخ النظام، بينما استخدمت في روسيا والصين أحيانا الفيتو أكثر من مرة لإصدار أي قرار يمنع النظام من قصف هذه المنشآت الصحية بشكل مباشر، وما زال إلى الآن النظام يعتبرها أهدافا مشروعة من ناحية، أو ينكر ذلك من ناحية كما حصل عندما أنكر سفير النظام الجعفري لدى الأمم المتحدة، أنكر أن يعني النظام قام بقصف أي منشأة صحية بشكل أو بآخر، رغم أن الأمم المتحدة أثبتت ذلك حتى بالصور يعني. نعم. هذا بالنسبة له. بالنسبة للدول الضامنة والمجتمع الدولي، يعني للأسف طوال الفترة الماضية كان دائما دورهم يكتفي إلى حد كبير بالتنديد بهذه الهجمات أو التنديد بدور النظام أو محاولة اتصال أو التواصل مع الطرف الروسي وإقناعه بأن يمنع النظام من استهداف هذه المنشآت، لكن من الواضح أن النظام مصر على استهداف هذه المنشآت ومصر ويعتبرها
أهدافا يعني عسكرية أو أهدافا مشروعة، ويقوم بقصفها من وقت لآخر بشكل مستمر. نعم. السيد باسل حفار من إسطنبول، رئيس مركز إدراك للدراسات، شكرا جزيلا لك.